ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدا حاجه زي في قناه ادمز فلوج. ايه معلش طبعا انا بقالي اكتر من شهر او شهر ونص مش بنزل فيديوهات. انا كنت عامله عمليه فكنت لازم افضل مستريح في البيت، ما ينفعش اتحرك يعني او حاجه كده. انا دلوقتي قاعد على قاعد يعني قاعد عادي الحمد لله. دلوقتي بقيت اعرف اقعد شويه، مبقتش افضل نايم سوى لسه بقى شويه. وان شاء الله انا النهارده جايب لكم ووتش جديده، يعني انتوا طبعا عارفينها، كل الناس عارفينها. بصوا حد يعرف الشكل ده؟ صح، اكيد كل الناس عارفاه اكيد، عرفتوها انتوا. ايوه، وهي الابل ووتش الالترا الجديد بس الكوبي. معاكم النهارده الدي تي الترا الشبيهه جدا جدا للاوريجينال بتاعتها لابل ووتش الالترا دي. بيشتغل مع ابلكيشن الوير برو اهو، ده طبعا ابلكيشن فيه مميزات كتير جدا. هي سبورت وعجباني اوي اللزقه الجولد اللي هم حاطينها دي بالجناب كده. ده طبعا السكانر بتاع الابلكيشن، ده حاجات روعة. الابلكيشن ده روعة فعلا صراحة. انا قلت يعني طبعا محدش يفتكر، لا اكيد يعني مشجع فرنسا في كاس في الكاس، لا كنت بجربها بس كده في التنزيل وكده. والحلوة الانوز اون ديسبلاي بتاعها جميل، الغال حلو جدا روعة. طبعا البند ده بند حلو جدا، هو نوعه حلو من النوع اللي هو الرابر اللي هو مش بيتني جامد، ده اللي هو مش بيتقطع بس بسهولة، مش زي ودي طبعا الوتش الزرار ده اللي بيدخلكوا على السبورتس. دي تي الالترا السبيكر بتاعه صوته عالي جدا. طبعا كل الناس هتقول لي دي شبيهه جدا اللي كانت معاك القديمه، انا اصلا منزلش عنها فيديو صراحه. انا كنت وانا وكنت بجرب ال HW22 برو الشبيه اللي هي الكوبي الهاي كوبي بتاع الابل ووتش سيريس 6، تمام. صراحه وقعت مني، اتخبطت هنا، شايفين الخط عامل ازاي، قلت هجربها ازاي. حد يقول لي ده بقى الرابر اللي بقول لكم عليه ده غير ده مش زي ده، محدش يقارن ده بده، محدش يقارن ده بده، ده خامة وده خامة تانية. والاتش دبليو 22 برو هي حلوة معايا بس جت عليها فترة زرار الباور ده باظ، زرار الباور بيفتح ده باظ، بقى شغال ما بقتش بعرف انزل خلاص، يعني قلت خلاص مش هلبسها بقى تاني. اهي هو زرار الباور، زرار الباور ده هو ده الزرار ده باظ، فخلاص بقى قلت ما نزلش فيديوهات تاني ليها، تمام. وهي دي الووتش اللي شكلها فعلا تحفه، ابل ووتش الالترا الدي تي الترا. طبعا دي طبعا مش الوانها يعني الحقيقيه، دي طبعا انتوا فعلا لا مش حدش هي محدش هيشوفها فعلا ولا يحس فعلا بشكلها غير اللي هيلبسها. حد يكون في دي طبعا الالوان اللي باينه عندكم دي طبعا مش حقيقيه، الالوان اللي باينه في الشاشه دي خالص مش حقيقيه خالص، الالوان على الحقيقه حاجه تانية خالص. حابب اضيفلكوا حاجه كمان، الزرار ده بيدخلنا على الاولوز اون ديسبلاي، عاملينها بطريقه حلوه جدا، حاساها اللي هي روز جولد كده، محدش هيشوفها غير اللي معايا بس. اهي اهي
اول هي دي شكلها روعه. سبيكر هنا صوته حلو جدا. مكونات العلبة طبعا مش محتاجين نتكلم عليها، هي شحن الوايرلس والكتالوج الكبير ده. نفتحها دلوقتي ونجربها. الكتالوج اللي هو دلوقتي طويل جدا مش محتاجين نفتحه. الشاحن اللي بيبقى جوه العلبة المعروف جدا كلنا عارفينه اهو، اللي شايفه بس. ونقفلها بقى تاني عشان ايه بس تكون كام منظمة. انا نسيت اقول لكم، انا جايب المكان، انا جايب ده من موبي فون، هتلاقوه برضو عامل نفسه على اليوتيوب برضو قناة موبي فون. حط كل حاجة مكانها، نقفل عليها بالعلبة بس. طبعا الديزاين بتاع العلبة حلو جدا عاجبني، والنوتش طبعا دي بقى دي روعة. دي حاجة تانية، حاجة تانية. وانا الابليكيشن بتاعها وير برو روعة روعة بجد. نغير لكم الستايل، الستايل بتاعها دي الستايل اللي كل الناس بتحبه. مش هقول لكم انا عملت لاكوب باسمي كمان، اي حد عايز مثلا يدخلكوا على الواتس بقى تديله الكود ده على طول كام من الساعه يدخلكوا على طول. نرجع بصوا، دي بقى نفس الحرب مقلدينها من قبل، مقلدين كل حاجه، مفيش حاجه مش متقلده من قبل. شايفين كل حاجة متقللة. جي بي اس برضو فيها، لوكيشن فيها. بصوا خشوا شوفوا ريفيو ابل، شوفوا ريفيو ما تشوفوش الريفيو ده خشوا شوفوا ريفيو ابل والله بجد. تمام، هي دي يعني اللي يشوف ريفيو ابل هي دي. منيو ستايل، ستايل اللي كل الناس بقى بتحبه. يلا بينا. طبعا البوكا دي شغاله زوم ان زوم اوت، زوم ان زوم اوت. بالنسبه لطبعا اللي يعني فعلا شكل سفر يستاهل وروعه. انا مش هقول اسعار لسبب الاسعار بتغلى برضو، مش من حقي انا اقول برضو اسعار قوي. خلالكم في الاولوز اون ديسبلاي ده، لا مش ده الاولوز اون ديسبلاي ده. على فكره الالوان لما بتفتح عندكم انا عارف بتبان اللي هي باظت فعلا خلاص، الالوان بقت فعلا حاجه مش سليمه. لا بس انا يعني محدش شافها فعلا الحقيقه دي عندكم في الشاشه حاجه. ثانيه واحده، اللي انا ماسكها حاجه وعندكم في الشاشه حاجه تانية خالص. شايفين؟ شايفين متقلده، تحسوا كده ان هما جايبين ابل وحاطينه جنب بتاع بعض. ودي بقى بقى كام بقى بقى كام حسب كنتوا تشوفوا. انا عارفه ان هي ممكن تكون مش واضحه قوي. مقاسها 49 مللي 49 مللي اهي. تمام، والومنيوم كيس سبورت باند الترا. كلر كلر البند بلو غامق. بلو غامق دارك بلو. الفيديو ده هيكون طويل شويه طبعا انا عارف، معلش احنا هنجيب مقارن بس طبعا يعني الفيديو ده محدش يعتمد عليه اكيد، او يعني في الجزئيه اللي جايه دي، الجزئيه اللي جايه دي محدش يعتمد عليه كتير، دي من عندنا محدش شايف دي.
طب حد شايف دي؟ دي المي بند دي تقريبا انا صورت لها فيديو. تمام، مي بند 4 تمام بتاعت شاومي، الوانها روعه فعلا. يعني لو عندكم في الشاشه تحسوها اللي هي الالوان ضرب جدا جدا، لا هنا في حاجه تانية خالص، ده هنا الالوان هاديه ولونها روعه. تمام، وطبعا هي الاثنين. تمام طبعا البند اللي عملت لكم فيديو عليها شكلها روعه، الوانها على فكره طبعا حلوه جدا، بس باينه عندكم انتوا اللي الوانها تحسوها اللي هي اورنج جامد قوي، ريد جامد قوي، البيربل جامد قوي. لا انا عندي حاجات تانية، الالوان دي لازم حد فعلا يمسكها. عامل مقارنه بقى طبعا هتخرجوا من الفيديو، انا بس محدش يخرج، محدش يخرج من المقارنه دي، هتبقى حلوه جدا. تمام اهي الووتش دي، الووتش دي انا اقوى مقارنه فعلا. قياس نبضات القلب انا هقيس بدي وهوريكوا هتبقى كام. اهي يلا لا نشوف دي، دي بند، دي بند من شاومي المفروض هتقيس قياسات صح صحيحه، دي كوبي. تمام خلينا نشوف بس من دي تي حاجه يعني براند معروف. فخلينا نشوف مع بعض لحد دي 75 اهو، مش عارفه هو اللي خرجني. خلينا نشوفها. يا ايدي دي تعبتني. خلينا نشوف الدوت 75. على فكره الالوان عندكم انا عارف في الشاشه وحشه جدا، والارقام برضو ده ما دي 107 يعني 107 بالبند. نسيتنا بقى من البند ونيجي للابل الكوبي الروعه بتاعتنا. خلينا نشوف. والله والله خلينا نشوف ضربات القلب هتعمل لنا ايه. بس نشوف يا رب. بسم الله شايفين الفرق لحد دلوقتي اهي 3 اهي، شايف الفرق؟ ارقام فيك 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 يعني، يعني هو فيك بجد. بيحاول يألف ده بيعلى يفضل يألف. هنشوف والله بتعلى. لا هو فعلا المسافة قريبة جدا، قريبة جدا. حلو وقفت لنا عند 91 وخلصت 91 والله. تمام ديكو عرفتوا الفرق. نيجي من مي بان نجربها في ايه، نجربها في ايه، نجربها في ايه. خلينا نشوف الويزر فيها ايه، نربطها برضه بالتليفون. هنا 22 ماشي. نشوف هنا، وهنا كمان فيها ميزه بقى تقدر تتصل بالامرس كول، يعني لو مثلا يعني خطفت مثلا وانت مش عامل بيرنج التليفون ممكن من هنا بص على طول تتصل. بص بص على طول، بس انا بصراحه مش عايزه اتصل خايف بلاش اتصل اقول لهم يعني. درجة الحرارة هي هي نفس درجة الحرارة. يلا هنا جوجل مابس موجود هنا، جوجل مابس بس ما نقلفش شوية. فلاش لايت في الضلمة، انت بقى عايز تنور تنور. ألعاب وريكوا برضو ألعاب. ألعاب فعلا مش جاي سحاني الألعاب. بوزل بوزل شغال فعلي اهو، بوزل شغال
استنى دي اهو. طب ماشي دي بقى لعبة حقيقية فعلا. بص بص لازم تلحق تضرب. لا متضربش قنبلة، لا متضربش قنبلة، اضرب الاتنين دول. الله اصلا فيديو انا مش جايبها عشان مش اللاعب يعني اكيد. لا فاهمه بقى، هي حلو، هي حلو جدا وعجباني جدا، فهي روعة. وطبعا دي الزرار اللي بيدخلنا على السبورتس، ندوس سبورتس 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 عادي، رانينج ووكينج ركوب البايكس روب سكيبينج بادمنيشن بادمنشن باسكت بول فوتبول اندور رانينج يوجا فري تريننج بليبتكال. حلو جدا الله. ده شايف اللي شايف ده تقيس درجة حرارتك. لا شوف درجة حرارتي كام. يا سدي فيك سدي فيك. لا نشوف هي أرقام يعني، بس هي أرقام مش هتخلص تقريبا. دلوقتي على 36 الأرقام دي مش سليمة. الأرقام دي مش سليمة والله بجد مش سليمة. أكيد محدش يعتمد عليها في الحاجات دي. لو فعلا عايزين حاجة فعلا للقياسات محدش يجيب سمارت ووتش. اللي عايز حاجة يقيس بيها مثلا ينزل فيها في الجيم كده يلعب بيها يجري الكلام ده كله، محدش يجيب السمارت ووتش. يجيب بند، يجيب بند زي دي. بند زي دي ممكن توفر له كل حاجة، ممكن تشوف منها المكالمات، كانت تكنسل على المكالمات بس ما تفضش على المكالمات. بند فور دي روعة، ومحدش يقول دي صورتها وحشة كده وكده. لا ده انا عندي حاجة تانية، انا اللي عندي حاجة تانية خالص. محدش يقتنع باللي في الشاشة، انا هو بقول اهو في السكريب محدش يقتنع. دي الوان تانية وفونت تاني خالص، موسعينه قوي الفونت. مفيش واقدر اعملها باسورد برضو، البند برضو اقدر اتصل منها، اعمل اظبط الالارم كل حاجة. فيديو كان طويل، واقدر اتحكم كمان من الميوزكس ده. هعمل فايبريشن رائع، على فايبريشن فايبريشن بيعمل قوي جدا جدا جدا. ده طبعا ميزه برضو في الووتش اللي لازم تدوس على الزرار ده عشان تخرج الاستراب، بس انا صراحه مش عايز اخرجه. هو كده حلو. بركوب تاني كالكليتر بشكل روعه، درجة حرارتي اقدر فيها لاما اتصل بالاس ان اس، قصدي الاس ام اس اي الاس او اس الامرتيكون. شكل البند اللي انا لسه ما شفتوش كله لحد دلوقتي، عايز اشوف بقى التالت، عايز اشوف. الله الله بجد شكله روعه روعه. الله على شكله، شكله فعلا روعة. الـNFC برضو خدمة الدفع الإلكتروني موجود فيها. بصوا هي ساعة متكاملة كده، تحسوها متكاملة. تقدروا تعملوا منها كل حاجة، كل حاجة بجد. هي ساعة كاملة يعني، اللي يعني فعلا هي حلو. بس شايفين الستايل اللي فيها، في برضو ستايل برضو فيها، في برضو ستايل فيها.
اليمين فيها شكل حلو. ستايل شفتوا حد برضه بيسيس عليا هو مفاجئ كان حلو كنسل عليه الحمد لله يعني ساكت معايا الحمد لله برضو مظهرش من اللي بيتصل حلو. الشكل التاني اهو طبعا معلش للي بتصل معلش للي بيتصل يعني هو بيتفرج على فيديوهاتي بس هي شكلها حلو جدا انا صراحة شايف الستايلز اللي فيها شكلها حلو جدا. والله شوفوا لي برضو ايه رأيكم فيها اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رأيكم فيها. تمام شايفين شايفين شكلها حلو يعني شكلها صراحة تحفة جدا. وطبعا اللي عجبه الفيديو ما ينساش بقى اللايك وسبسكرايب لكل الوقت اللي انا قاعده معاك ده فود يعني تحس برضو بحاجة زي كده. الله يبديكوا مقارنتين ما ينفعش اصلا يقارنوا انا عارف. وهسيب لكم طبعا في اخر الفيديو مواصفات الساعة دي والساعة ال HW22 برو وطبعا مواصفات الباند 4 سيبها لكم في اللعبة. هسيب لكم اسعار التلات حاجات دول من امازون سيبها لكم تحت في الديسكريبشن. لايك سبسكرايب بقى نفسي فيديو واحد بس ايه كده يجيب لايكات وفيديوهات حلوه كده تفرحني زي الفيديو اللي انا نزلته بتاع انترنت دول معلومات مصر. كل اللينكات والصور بتاعتهم هيبقوا تحت في الديسكريبشن. يلا سلام.